وقعة غريبة حصلت في مدرسة، المدرسين بينطوا من على السور. ده كان عنوان الفيديو تريند اللي موجود دلوقتي على السوشيال ميديا. الفيديو ده أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كتير علقت عليه بتعليقات ساخرة. ومن ضمن التعليقات اللي شفناها كانت بتقول ايه ده، الموضوع اتطور وبقى المدرسين هي اللي بتهرب، كان على أيامنا الطلاب هم اللي بيعملوا كده. وكان في تعليق تاني بيقول يا نهار اسود، المدرسين بيهربوا من مدرسة، امال العيال هيعملوا ايه؟ الفيديو ده واللي نشرته الناس على الفيسبوك كان سبب في شوية ضحك وكوميديا، وفي نفس الوقت خلى ناس كتير تسأل وتقول هو ده بجد، وازاي المدرسين بينطوا كده من فوق السور؟ وكل واحد بدأ يضيف تعليق على مزاجه، والناس انقسموا ما بين اللي مش مصدقين وناس تانية بتضحك. لكن السؤال هنا، هل فعلا المعلمين دول كانوا بيهربوا، ويا ترى كانوا بيهربوا من ايه؟ طبعا بعد ما ضحكنا من الفيديو، تعالوا نوضح الحقيقة ورا الفيديو ده واللي مختلفة تماما عن اللي انتوا فاكرينه. الفيديو الغريب ده واللي لقى تفاعل واسع اتضح ان هو مش جديد ولا حتى من السنة دي. الفيديو ده طلع من حوالي 8 سنين تحديدا في 2016، والكلام ده اكده مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم. ومش بس كده، كمان قال ان المدرسين دول كانوا في المدرسة وكانوا قاعدين بيشوفوا شغلهم في كنترول الامتحانات، يعني مش كانوا في الفسحة وقالوا نهرب زي ما البعض تخيل، وكتب على السوشيال ميديا. وبعد ما خلصوا شغل التصحيح حصلت المفاجأة، اكتشفوا ان عامل المدرسة قفل البوابة بالقفل وخرج كده ببساطة، فاضطروا ان هم يخرجوا من المدرسة من فوق السور لانقاذ الموقف مش للهروب زي ما البعض فاكر. يعني المعلمين كانوا مضطرين للبحث عن مخرج بديل، وكان السور هو الحل. يعني المعلمين مهربوش ولا عملوا اي حاجة غلط، ده مجرد حادث كان لازم يتصرفوا فيه عشان يخلصوا يومهم. طيب لو انتوا في مكانهم ما كنتوش هتعملوا زيهم؟ يعني لو في سور قدامك وكل الطرق مسدوده، مش هتفكر انك تنط زيهم، ولا كنت هتعمل ايه بالظبط؟ اداره مدرسه احمد عرابي الابتدائيه بنين بالزقازيق اللي تم تصوير الفيديو ده نط المعلمين من على السور، عبرت عن استيائها الشديد من اعاده نشر الفيديو دلوقتي، كمان محاوله تشويه معلمي المدرسه بدون توضيح التفاصيل. ردود الافعال على الفيديو كانت متنوعه، ناس كتير ضحكت واتريقت من الموقف، وناس تانية كانت مستغربة ومش مصدقة اللي شافته. لكن في النهاية القصة حقيقية، وكمان وضحت ان الموضوع مش هروب ولا حاجة، ده كان تصرف اضطراري لانقاذ الموقف. القصة دي بتفكرنا ان مش كل حاجة بنشوفها على السوشيال ميديا بتكون زي ما هي، لازم دايما نعرف الحقيقة وراء اي فيديو او خبر قبل ما نحكم عليه، وده بيخلينا نفكر في اهمية التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات.